وعايزه اقول لك كمان لو انت تابعت الاحتفاليه اللي تمت من قبل سياده الرئيس كانت حاجه طبعا يعني زي ما طبعا بيقولوا عظمه بجد، طبعا طبعا يعني حاجه جميله جدا ولمسه جميله جدا. وبصراحه الرئيس دايما بيكون في خطاباته حريص ان هو يعني يهتم بالمراه دايما وبحقوقها، فحاجه محترمه وحاجه جميله جدا ان احنا نشوف لمسات زي كده ومبادرات زي كده بتقام من كمان نتكلم عن يعني سياده الرئيس. فبجد امبارح كان مشهد اكتر من رائع، وكلنا حقيقي كنا مبسوطين بيك كسيدات. انا هتكلم، لا ده انا هقول لك بقى، انا يعني اسمحي لي كسفير للرجال في 10 الصبح في الاهلي اقول لك ان دايما في المناسبات دي بصفه خاصه وفي المناسبات اللي بيكون الطرف الرئيسي الثاني فيها اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، صحيح دايما تبصي كده حتى لو انت مش سامعه الصوت، يعني ممكن في بعض الاحيان تبقى الكاميرا ميديوم شوت انت شايفه من خلاله السيد رئيس الجمهوريه بيكرم مثلا احدى الامهات او حد من الاطفال من اصحاب الهمم. حتى لو احنا مش سامعين الكلام بصي على تعبير وش الشخص اللي بيتكرم وبصي كلامه اللي احنا مش سامعينه، بس تقدر تقرا الوش بينطق بمحبه واحترام صح. وتقدير، وفي حاجات كده معينه يعني هو اللي طالع من القلب بيوصل للقلب والعكس، صح. فبتبقى متحققه دايما في الايفنتات. انا بتفق معاك جدا، اهتمام الدوله والقياده السياسيه اللي هنفضل نقرر على الموضوع ده فيه في اهتمام بفئات مختلفه، وهنرجع نقول تاني يعني بشكل كمان اكثر ايجابيه اثر على تغيير كمان الفكر في المجتمعات، يعني مش بس ان احنا بنقول مبادرات بتتم واهتمام وكمان في الدستور وغيره، لا الثقافه كمان في الشارع اختلفت بشكل كبير. فتحيه كبيره جدا لكل المبادرات والقياده السياسيه اللي بتهتم دايما بالملفات دي.